جاء فصل الصيف ولقد ركبنا الحافلة وانطلقت الحافلة إلى موقع التخييم، ونحن في الحافلة كنا نغني الأناشيد ونحل الألغاز، وهي قد وصلنا إلى موقع التخييم. فلقد حكى لنا المعلم عن جمال موقع التخييم، فقال لنا غدا سنمارس كل المهارات. فجاء الغد فأعطى المعلم كل واحد منا ورقة فيها 10 مهارات. وبطل القصة لقد شعر بالخجل واليأس لأنه لم يجد مهاراته المفضلة، وكل أصدقائي اختار كل واحد منهم مهارات يفضلها. فحس بطل القصة بالخجل واليأس، فاختار بدون تفكير مهارة تشكيل بالطين، مهارة التشكيل في الطين، فلم يبدع في هذه المهارة، فأحس بالخجل واليأس والملل، فقام يعد الساعات حتى ينتهي هذا المخيم. فرجع إلى البيت، فأمي وأبي متحمسين ليخبرهم بطل القصة عما حدث في المخيم. فقال بطل القصة لهما لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع. ففي الليل بعد ساعتين فقام بطل القصة يحكي إلى أبيه ما حدث في المخيم. فقال له ما حدث في المخيم. فقال له أبيه كل واحد منا له مهارة يستكشفها وينميها ويطورها. فشجعه فبطل القصة ذهب إلى غرفته، قال أعلن عن دورة تدريبية قامت بها المكتبة العامة وتسمى استكشف نفسك ونمي مهاراتك وقدراتك. فذكر اسمه في هذه الدورة التدريبية واستكشف مهاراتي وأما مهاراتي التمثيل والكتابة. فبطل القصة تحمس وساعده، فقال لنفسه أنا مستعد إلى رحلة التخييم المقبلة.